السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة قطر في جيبوتي أو رقم السفارة القطرية في جيبوتي. رقم التليفون هو 00-253-213-59-797. يبقى تاني، رقم سفارة قطر في جيبوتي أو رقم السفارة القطرية في جيبوتي 00-253-213-59-797. بكده نكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.